شاشة الساعة. دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الساحل، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم العظيم بالنسبة للشعب الموريتاني ولموريتانيا، 28 من نوفمبر. هذا اليوم الذي يمثل الكثير للموريتانيين في الداخل والخارج، أيضا يوم مميز بالنسبة لتلفزيون الساحل التي أيضا قامت بجرأة خلال توقيعها لعقد عمل مع عمالها بشكل عام، وهي أول قناة تلفزيونية خاصة تقوم بهذا العمل، وكان يذكر فيشكر فيذكر، والله يذكر فيشكر كلاهما معا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج إن قال له منبر الساحل، نعرف عنكم تميتوا لا قاعدين إن جاء ظاهر لكم البرنامج فجأة، غير هذه الحلقة التي تعود هي الحلقة الأولى والتي تعود حلقة استثنائية في برنامج منبر الساحل، لا نعرفوكم طبيعة البرنامج ولا نقول لكم ملي. حد كامل عنده فيسبوك وعنده تيك توك بإمكانه أنه أيضا يشارك في هذا البرنامج. ناهيكم عن الاتصال اللي يعود عن طريق الأرقام، أرقام الهاتف اللي لا تبدأ من الحلقة الجاية، يعني الاتصالات الهاتفية من قبل المشاهدين لا يتعود إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بحول الله. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة، ولي تشوفوا على الشاشة من حين لآخر معانا ضيوف، معانا ضيوف في هذا البرنامج عن طريق التيك توك، لي تشوفوهم على الشاشة الآن. هذه جماعة اللي ظاهرة لكم الآن على الشاشة هما مستخدمي برنامج التيك توك. هذا البرنامج من ضمن برامج وسائط التواصل الاجتماعي، ونحن في برنامج في قناة الساحل وفي هذا البرنامج بالتحديد اللي هو منبر الساحل سنعتمد على هؤلاء وغيرهم من المشاهدين اللي يستخدموا هذا برنامج التواصل الاجتماعي، وكذلك الفيسبوك، صفحة القناة على الفيسبوك الآن بث مباشر. أي حد على الفيسبوك حد التعليق الآن في هذه اللحظة، تعليقه مباشرة لا يطلع على شاشة الساحل، لا يعلق في تلفونه ويشوف تعليقه هو وحده طالع في جانب من الشاشة بإذن الله. ورك حالا أول تعليق طالع على الشاشة، أنت اللي علقت حالا، راهو تعليقك اطلع على الشاشة. أوكي، إذن حد كامل علق على الفيسبوك لا يطلع تعليقه. حلقتنا هذه لا نقول لكم فيها مشاهدين الكرام على برنامج منبر الساحل، هو برنامج يتمتع بالحرية، وحد كامل عنده شيء يختير يقوله في هذا البرنامج متاح له فرصة خلال الحلقات القادمة. سيكون هذا البرنامج بناء أيضا على طلباتكم، سواء من خلال الفيسبوك ولا من خلال التيك توك، ليعود يوم الجمعة ويوم السبت، اليوم يوم الخميس، اليوم 28 نوفمبر، اليوم ذكرى مهمة بالنسبة لنا. البرنامج سيكون الساعة 10 ليلا بتوقيت موريتانيا، وهو التوقيت العالمي الموحد بحول الله. سنتحول بكم الآن مباشرة إلى الأصدقاء اللي موجودين على التيك توك. هذو الأصدقاء اللي تراعوا فيهم حالنا على التيك توك لاهي نبدأ معاهم بشكل مباشر، ولاهي نطرح عليهم سؤال واحد، وهو شو تمثلهم ذكرى 28 من نوفمبر، لأنه هو الحدث اليوم، وبالتالي لا ينتيح لهم الفرصة بعد تنازلي. كل واحد منهم عنده دقيقة، وأي حد دخل هذا الموقع بإمكانه أنه يعطينا رأيه، وحد كامل علق على فيسبوك دور يطلع تعليقه على الشاشة كما هو ظاهر الآن على الشاشة. إذن اللي على التيك توك السلام عليكم. إذن أنا الآن على التيك توك بشكل مباشر، لاهي نفتح عد تنازلي، حد كامل جات عليه دقيقة يقول لنا شي مثل له هذا اليوم وش تمثل له ذكرى 28 من نوفمبر. احنا معانا موريتانيين، معانا ملي أشخاص نعتبرهم ملي موريتانيين، معانا سيدة من الصحراء وهي أيضا تحتفل مع موريتانيا بالثامن والعشرين من نوفمبر، وهذا أيضا شيء يذكر لها بحول الله. إذا لا نفتح العد كامل جالي العد تنازلي مباشرة يدخل ويقول لنا رأيه. إذا بسم الله بحول الله، إذا لا نفتح العد تنازلي حد كامل جالي العد تنازلي مباشرة يدخل ويقول لنا رأيه. إذن بسم الله
إذن أتكام الجميع على التلازم؟ أوكي، على بركة الله. أول واحد هو الأدخن. إذن السلام عليكم ورحمة الله، شحالكم ياك؟ لاباس بخير، كل عام وانتم بخير. ما شاء الله، يوم وطني سعيد، وعقبال ما نحتفل ان شاء الله مع اخوتنا في الصحراء باليوم الوطني باذن الواحد الاحد، ويعطينا احنا مولانا ان شاء الله رقاج يسلكنا احنا الشباب من الغربة ونرجعوا لوطننا باذن الواحد الاحد. اذا اطلب من الزملاء في الغرفة الفنية يقومون باغلاق الرتور في الاستوديو. نعم واصل. وكل عام وانتم بخير، تحية مني أنا لدخن والدخن الموجودين في تيك توك جميعا، يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير. نعم واصل. جميل، مازالك كل عام وانتم بخير، تحية مني أنا لدخن والدخن الموجودين في ممتاز. زين، في مشكلة في الصوت. الصوت عندك يرجع لي. اي اوكي، اي حد جاء لك الكلام يبدا يتكلم، انا لين نحاول نقفل صوتي انا. اي حد جاء الكلام يبدا يتكلم، تفضلي اختنا من الصحراء، عارفين براسك وش يمثل لك هذا اليوم. يا مرحبا وسهلا الاخ الفضيل. نبغي اول شيء نشكر الاخ محمد ولد الحافظ، ونبغي نشكر الاخوت هون والاصدقاء، وهذا اليوم يكل ياسر ويعنيني ياسر، واللي بكم حتى يا شعب موريتان وطننا الآخر وخوتنا مجتمع البيضاني، واللي بكم. هذه كلمتي. من رأيك كان الصحراويين فم محتفلين أيضا بهذا اليوم، كيف كنتي؟ الله يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا. محتفلين بعد، محتفلين بعد والله. طبعا تحية كبيرة وسامة. ما شاء الله مشعشع. الله يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، الله يسعدك، وهذه مشاركة قيمة. طبعا تحية كبيرة وسامة، الله يسعدك، شكرا. مرحبا رحال. رحال عندك دقيقة، قل فيها ما شئت. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك من جديد. معكم أخوكم الرحال الموريتاني. هذا اليوم يوم عظيم، وأول شيء إلهي الرحمة على الشهداء الأبطال اللي مازلنا إلين الآن نفتخر بهم، الله يرحمهم إن شاء الله، لأنهم شهداء الوطن وراجعين من عند مولانا. أعلن تزدهر دولة موريتان، وأعلن يوفق الشباب فيها كاملين، ونقول أعلن إن شاء الله في القريب إن شاء الله دور نشوف موريتان في العالم، ونحن الشباب دور مثل موريتان، ونشتغل على تمثيل موريتان أحسن تمثيل. هذا اليوم فعلا يوم عظيم، وذكرنا بياسر من الأمور كان يعدلوا والدينا ذي الساعة مازلنا صغار، خصوصا ذي اللي انقالوا. طبعا أنا ماني متحكم في العد التنازلي، هي دقيقة وكيف تكون يستخدم. تفضل. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. راني بسلم عليكم كاملين من المنبر، وشاكركم على ضيافتكم اللي جاء ان شاء الله كاملين بالاحسان. والله الحمد لله الاستقلال ما شاء الله زين، والناس الحمد لله كامله حاضره، حتى رباتي ما شاء الله محتفلين ان شاء الله تبارك الله. ومبارك عليه الاستقلال لنا وعليكم ان شاء الله، والتوفيق ان شاء الله. والد الوالد الاخوت، عندك 20 ثانيه قول لي هذاك اللي تقول. الوالد شماسي ياك لباس، شماسي الوالد. راني مسلم عليكم من المنبر. الحمد لله قاعد كامل، لا يرجع الفضل على محمد ولا الحاف والباقي الناس الاخرى الحمد لله اللي معاهم وقاعدين ان شاء الله. طبعا تفضل سيدي عندك دقيقة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، معاكم سيدي فنتيا، راني محيي جميع الشعب الموريتاني، عيد الاستقلال سعيد. هذا العيد نحن يمثلنا ستنا بأن جبرنا استقلالنا، ورانا ما ناسين الجمهورية الصحراوية عن تجبر استقلال تتم الفرحة الحقيقية. محييكم أفراد كاملين، عن محيي محمد الحافظ اللي ما مفاجئنا، اللي دائما يجيب لنا برنامج كان المجتمع الموريتاني يفهم عن التيك توك، فيه الناس اللي صالحة اللي تمثل شعبها وشبابها وتمثل مجتمع الموريتاني، ما يعود كله رقاش قابض نبذة سيئة عن التيك توك.
توك مان الله اليوم ثبتها انه ومره ماضيه ثبتونا وراجم عند الله تبارك وتعالى انه يصلح لكم الحال والمال. معاكم سيدي فنتيا فاعل سياسي هون المجتمع المدني يعاونوا من اجل الشباب. تحيه لكم. ناجي تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم رانا مسلمين على الناس كامل اللي هون ومأيدا حتى صاحب الضيف ورانا عيد تعيد عليه جميع الاسلام. ما عندك مشكله قفل صوت التلفزيون اللي حذاكته وعيد تعيد على الامه الاسلاميه ومشارفين باخواتنا الناس كامل اللي هون فردا فردا نختار نختار نعود متقدم ونختار نستهر حتى في هذه المثال اللي هي نختار نعود دوما متقدمه بجميع الشباب وشاكرين جميع النساء اللي هون وجميع الاشخاص اللي متابعتنا من خلال الضيف وشكرا حتى لك انت اليوم معاونا في كامل ومساندنا واذا كانت تفتح يا قراش خايق الروايه واحده اللي تحتوا عليها هي القوه والازدهار وان شاء الله هم ندفقنا في كامل وعود ان شاء الله بيد وحده نعود ان شاء الله بيد وحده نعود نقد هاي كامل نعذروه يا قير وشاكرا حتى رحال موريتاني اللي مثلنا وجزاكم. إذا نتفضل حسن وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ينتهي هذه الجولة ينقسوا الزملاء في الميدان. الحمد لله أولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله بمناسبة ليلة الجمعة أكثر صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم رأيني مهنة الشعب الموريتاني للتواجد اليوم باحتفال إيد الاستقلال المجيد إن شاء الله تكون كل عام وأنتم بألف خير سعادة وصحة وسلامة. مشي رسالة جميع أصدقائي صديقي بلال أصدقاء مشي رسالة لوالدي أبي وأمي فداك يا أبي تحياتي لكم وتحية الحافظ يا كامل لا منك أنت الحمد لله وأنا محييك حتى من البرنامج الديزين برنامج حتى أنه نحن نفتخر به حتى لذلك مشجئينك وجزاكم الله خير تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهنئ نفسي وأهنئ الشعب الموريتاني كله على هذا اليوم يوم عيد الاستقلال الوطني الكبير وأبارك للشعب الموريتاني كله بالاستقلال هذا اليوم وأهنئ أيضا الحافظ على هذا البرنامج الجيد جدا على القناة الساحل وعلى برنامج تيك توك وأرسل رسالة من هذا المنبر إلى الدولة لأن نحن احتفلنا ولكن بقية إخواننا الذين لم يحتفلوا بهذا اليوم نريد لهم أن يصححوا لهم هذا اليوم يأخذون لهم حقهم بوفاة والديهم في ذاك اليوم الذي شنقوا فيه على ذلك الانقلاب. شكرا جزيلا إلى الجماعة اللي معنا ونحن نتضامن معهم في هذا اليوم وشكرا جزيلا للشعب الموريتاني كله ونهنئهم. اذا مشاهدينا الكرام الان تحول السيد محمد لمين في الميدان ياك نقبضوا عينه من اراء المشاهدين اللي موجودين الان في الميدان. تفضل محمد لمين. زميل حافظ اهلا بك واهلا بمتابعي قناه الساحل الكرام. طبعا نحن الان نتواجد في احد اكبر الشوارع في العاصمه نواكشوط حيث الشعب الموريتاني يخرج الليله عن بكره يبي احتفاء واحتفالا وتخليدا لذكرى عيد الاستقلال المجيد التي تحل علينا في 28 من نوفمبر من كل عام. طبعا هذه هي ذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. طبعا الصوره امامي تتحدث حيث الكبير والصغير النساء والرجال الجميع يخرج هنا احتفالا وتخليدا بذكرى عيد الاستقلال المجيد. هذه الليله واحده من ليالي نواكشوط الجميلة حيث تتزين الشوارع بالأعلام يقف الصغار والكبار الجميع يردد النشيد الوطني ويضع الأغاني الموريتانية التقليدية والجديدة التي تهتم بعيد الاستقلال وتمجده وتخلده. طبعا نحن لا نتواجد أعتقد على شارع المختار والداداه أحد أكبر الشوارع في العاصمة نواكشوط يتزين هذا الشارع بالأعلام منذ بداية شهر نوفمبر. نعم زميلي الناس اللي معاك نتكلم معهم بالحسانيه طبعا امامي اشخاص مجموعه من الشباب نتمنى ان ناخذ راي احدهم. مرحبا. ما شاء الله. اسمك محمد. محمد شو مثل لك 28 نوفمبر عيد الاستقلال شو مثل لك؟ زين
تحس بايش؟ تحس بايش؟ انا حسبته سعادة. انت يوم الاستقلال اليوم ايش عدلت؟ ما عدلت شيء، لا مشيت مع اصحابي فوتو. مع اصحابك اسكت احتفلت وخلت تبنى بقى سعدنا ما شاء الله. اسكت احفظنا نشيد ولا رواية بتخلد نوفمبر قد تقولها انا والله بيت والله اي شيء. قريته في المدرسة الله يحفظك. كنت عمرك كم؟ 11 سنة. محمد دراك تقول لي متى تحتفل موريتانيا بعد الاستقلال؟ انت استقلت موريتانيا 28 نوفمبر سنة 1960. شكرا شكرا محمد، شكرا لك على هذا. طبعا معي شبل آخر وهو تسمك لمين. لمين لمين انت عندك كم سنة؟ 9 سنوات. 9 سنوات لمين، شو مثل لك عيد الاستقلال؟ شو عندك فيه؟ لا فلس وطني توعد. قل لي متى استقلت موريتانيا؟ 1960. اليوم؟ يوم 28 نوفمبر. إيه. الله يحفظك. طبعا معي أيضا أحد الشباب، كيف الحال؟ ما شاء الله الحمد لله. ماسك معي قديم. أنا أعطيك اسمك؟ شخصي اسمه محمد. محمد محمد. محمد شو مثل لك عيد الاستقلال؟ زين عندك؟ الاستقلال زين، ذكرى زين، استقلينا في ذاك الشيء لابد نسمى نحتفل به كل سنة. أنت اليوم إيش تعدل عادة في عيد الاستقلال؟ الاستقلال نمشي توكي في الشباب ذاك الشيء نقبضته ونمشي مع الشباب تو نستدرو زين عندنا. شنو الطريقة اللي تحتفلوا بها أنتم في الاستقلال؟ نهار الاستقلال صبحايتو إيش تعدلوا؟ صبحايتو نعودوا راكدين نقنفش بالبيت. الله يحفظك. طبعا لا زال هنا امامي حضور كثير من طرف شباب الموريتاني. مرحبا. مرحبا بك. اسمك؟ شيخ نار. شيخ؟ شيخ نار. شيخ نار. الله يحفظك شيخ نار. قول لي شيخ نار عمرك كم؟ عمري 17 سنه. 17 سنه. شيخ نار ايش تعدل عاده في عيد الاستقلال؟ نعدل نلعب ونجول مع الناس. زين عندك؟ والله. شو يمثل لك؟ تحس بايش في الاستقلال؟ ايفنت بيت نوفمبر نتوعى الصبح هاي ايفنت بيت نوفمبر تحس به؟ نحس بالطمانينه. انا رافع راس سبورتر باريس سبورتر مدريد. الله يحفظك. طبعا العينات كثيره من اراء الشارع الموريتاني هنا، الجميع النساء والرجال كما ذكرت الشباب والشيوخ والصغار الجميع يخرجوا احتفالا واحتفاء بذكرى عيد الاستقلال الوطني. هذه شوارع العاصمه نواكشوط، خلفي تماما الصوره تتحدث، تتزين هذه الشوارع بالاعلام الوطنيه في كل ذكرى لعيد الاستقلال الوطني التي تحل علينا كما تعلمون جماعه في 28 من نوفمبر من كل عام. وحلو الكلام اليك زميلي محمد حافظ. إذن شكرا صديقي على هذه التغطية الجيدة، وتحية لك وتحية للشعب الموريتاني، ويحق له أن يحتفل في كل آن وفي أي زمان ومكان. طبعا مشاهدي الكرام، هي ذكرى مهمة بالنسبة لنا احنا كشعب موريتاني وذكرى تاريخية. إذن نحن ما زالت لنا جولة واحدة على التيك توك مع جماعة على التيك توك، نسمعوا آخر آرائهم. كما قلت لكم الحلقة اليوم لا تعود مختصرة جدا، والحلقات الجاية إن شاء الله تعالى لا تبدأ تتوسع الإمكانيات من ناحية التواصل، لأن نضيف رقم الهاتف خلق الاتصالات، ولا أيضا نعطوا مساحة أكبر ولا تحدث في مواضيع للنقاش. هذه الحلقة استثنائية، وقبلنا 28 نوفمبر يكتمل كل 28 نوفمبر نحتفل بذكرى منبر الساحل، ونعرف منبر الساحل إيش قدم الموريتانيا من خلال هذا التكاتف اللي يخلق بين المواطن والجهات المعنية سواء الرسمية أو غير الرسمية. إذن لارك حالة لا نتحول شورت تيك توك مرة أخرى، لا نقوم بالجهات لا نغير سواء الرسمية شخصيات الموجودة. إذن لارك حالة لا نتحول شورت تيك توك مرة أخرى، لا نقوم بالجهات لا نغير الشخصيات اللي موجودة على التيك توك الآن، لأن قبل ثمان أشخاص آخرين في انتظار ينقبض رتور هون في الشخصيات. إذن على بركة الله، إذن لارك حالا لا ينطلع أشخاص آخرين. شكرا للأصدقاء اللي موجودين الآن، اللي فات تكلم منهم أختار يتيح الفرصة لجماعة الأخرى، يعني لين عدل آخر جولة لارك في التيك توك مع جماعة الأخرى اللي ما بطلعت، وحد بطلع يعطي فرصة لشخص آخر. إذن بسم الله تفضل السالك. تفضلي آية البوح. إذن تفضل محمد ناصري. أي حد يطلع يقدر يفتح الكاميرا، العادي يقدر يفتحها.
إذن على بركة الله. طبعا مشاهدي الكرام هذه فكرة دمج التيك توك هي أعلن تتعدد الآراء، وعلنا أيضا هذا البرنامج اللي هو ما خلوه أيضا منعزل ولا خلو ناس تنظروا له على أنه برنامج سلبي. فهذا البرنامج يستخدمه جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة اللي الله يستخدم بها اختصار. إذن إذن الناس الموجودة تفضل ببرس، إذن الناس اللي فاتت كلمت نتمنى على انهم يتيحوا الفرصه للناس الاخرى، وبالتالي في الحريه حتى كبرنا بالحريه شقيت قد متمونك عندك رجال وفيه عندك جندي عندك ضابط متحمل مسؤوليه رجالك. اذا على بركه الله لا نفتح العد التنازلي، واي حد جاء عليه العد التنازلي يفتح كما ببص عودوا جاهزين جماعه لا نفتح العد التنازلي مباشره. طبعا العد التنازلي اي حد جاء عليه الوقت هو دقيقه فوق راسه ماشي. سالك اهلا وسهلا، افتح مايكك سالك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعني الوقت مالي ضايقنا حتى لان مالي في مجال لنشره الاخبار ما بعيد ايضا اعاده نشره الاخبار. كانت يلا ليله التاسع غير الناس اللي تبقى تعرف الاخبار اليوم تعرف تفاصيل مهمه مرتبطه بقناه الساحل مرتبطة بالحدث اللي خلق اليوم وهو توقيع عقود عمل لعمال قناة الساحل جميعا، وهذا الحدث اللي يعود في نشرة الأخبار بالإضافة لأحداث أخرى مهمة تعنيكم. وبالتالي مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. طبعا ننتظر برنامج منبر الساحل كل جمعة وخميس باستثناء غدا، سيكون يوم الخميس يعني بعد غد شاء الله حلقة جديدة من هذا البرنامج، سيكون الجمعة والخميس بحول الله وقوته الساحل كل ليلة. والله الصبح تعدل الرواية زينة تعود مونكا، وإذا تذكرت الصبح أنك عدلتها تعود رواية مفخرتك يسوى هي شني. خلص جارك ما عنده شيء بيت ليلة في الأخلة قدم له ليلة وجبة عشاء. خلص أي حد يعاني من رواية حاول تقدم له خدمة، وبالتالي حاول أنك تعود عندك بصمة مهمة وبصمة خير بحول الله. وبرنامج منبر الساحل لأن ختمه دائما بعلنا نذكركم ببصمات الخير، إذا حاول أنك تعود عندك بصمة خير الليلة والله الصبح فكر في ذيك البصمة ونوعيتها. نلتقي إن شاء الله في الحلقة الأولى بحول الله من منبر الساحل بمعايير منبر الساحل، هذه حلقة استثنائية فقط نعرفكم على هذا البرنامج. إلى اللقاء.